مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي، سيدات خاصة زيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، متشوقة جدا زي ما انتم متعودين وعارفين ان انا اكون معاكم دايما. طبعا زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت ان احنا النهاردة هنعمل او في السيزون بتاعنا الجديد للحلقات هحاول ان انا نعمل اكلات صعيدية وفي نفس الوقت اكلات موفرة زي ما انتم متعودين. مش معنى ان احنا نعمل اكله صعيدي ان هي مش هتكون سريعه وهيكون وقتها بسيط ومش هتكون موفره، بالعكس الصعايده يعني عايزه اقول لكم ان على قد ما الاكلات بتاعتهم بتكون دسمه جدا وحاجه كده يعني واو وتشرف في العزومات وتكون برضو اكلات موفره وخصوصا في اخر الشهر. يلا بينا نبتدي ونتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه النهارده. النهارده انا محضره لكم او معانا ايه، انا هعمل النهارده طاجن باميه براني بالكبد. هنسلق بقى شويه لحمه بس مع الطاجن كده عشان هنحتاج للباميه بتاعتنا شويه مرقه حلوين شويه شوربه حلوين، بس ممكن نعمل الطاجن ده بشويه كبد وقوانص كده مع شويه رز بالشعريه وشويه بتنجان، بيبقى طعمهم حاجه كده واو خصوصا اخر الشهر زي ما قلت لكم. يلا بينا نتوكل على الله ونسمي بسم الله ونشوف هنحضر ايه النهارده معانا. اول حاجه هنبتدي نسلق اللحمه زي ما قلت لكم. طبعا انتوا شفتوا معايا اكتر من حلقه بخصوص سلق الفراخ، ما شفتوش معايا خالص سلق لحمه، فده اللي خلاني النهارده اقول ايه يعني احضر لها عشان تكونوا على درايه من سلق اللحمه. بعد ما نسلق اللحمه على طول هنزل لكم المنيو والمقادير بتاعتنا بتاعه الباميه، بس عشان وقت الهوا تلحق اللحمه تستوي. اول حاجه انا ضفتها للحمه قطعتين من الزبده ورشه كده بسيطه خالص من زيت الذره، حابه تستغني عنهم وتضيفي شويه زيت ذره بس خفيف كده مفيش مشكله. معانا ايه لسلق اللحمه تاني؟ طبعا معانا لحمه، انا بفضل اي نوع لحمه تحبيه، وانا النهارده جايبه لحمه كده شويه ايه حمراء على ملبسه عشان ايه يبقى الشوربه كده دسمه وفيها حاجات حلوه وحركات حلوه. هنسلق اللحمه، هنبتدي كده نخلي الزبده تسيح معانا. طيب والزبده بتسيح هنبتدي نضيف بقى البهار بتاعنا اللي هو ايه، بحب قوي اسيح مع الزبده الحبهان والمستكه، بحبهم كده اول ايه حاجه تنزل معانا في الحل. ما عندكيش حبهان ممكن تستخدمي حبهان باودر مفيش مشكله. يلا الزبده ساحت معانا، هنبتدي نضيف قطع اللحمه بتاعتنا. بسم الله عليها بقى ورق اللورة زي ما احنا شايفين كده، خليها تاخد تشويحة حلوة. وعليها كمان بصلة متقطعة قطع. يلا بينا نبتدي نحط بهار لينا، هنحتاج بهار بسيط خالص. طبعا احنا ضفنا الحبهان والمستكة ورق اللورة والبصله مع الزبده واحنا بنشوح اللحمه بتاعتنا. طبعا اللحمه باينه قدامنا اهي في ثواني ما شاء الله من الزبده والبهار اللي معانا اخدت لون. هنبتدي نضيف رشه من رشه الفلفل الاسمر مباشره كده على اللحمه، بتدي نكهه حلوه قوي وتست عالي جدا للحم. خلاص كده هبتدي اضيف رشه من الجنزبيل البودر ومش هنضيف الملح دلوقتي خالص، هنستنى هننتظر للملح اللحمه تستوي معانا شويه. خلاص ما شاء الله اللحمه بتاعتنا ريحتها طلعت وبادت ولسه اهو ما عملناش اي حاجه. هنبتدي نضيف ميه دافيه انا مجهزاها معانا. بسم الله معلش بس احنا سخنا ميه قبل الهوا وتصرفنا يعني. بس كده هنبتدي نضيف شويه ميه كمان. وخلاص كده هنبتدي نغطي على اللحمه بتاعتنا نسيبها تغلي براحتها. يلا بينا بقى نبتدي نجهز للطاجن بتاعنا طاجن البامية. هحتاج ايه لطاجن البامية معايا النهاردة؟ هحتاج مكونات سهلة جدا وبسيطة. هحتاج بامية
تقدري بقى تحبي تجيبي الباميه يكون حجمها مش كبير ولا صغير، يعني خلينا في الوسط، خلي الباميه الكبيره دي للباميه الويكه. تمام، طبعا اهل الصعيد فاهميني، الويكه والبراني. ان شاء الله اعمل معاكم برضو الباميه الويكه. الباميه بتاعتنا اهو حجمها كويس قوي، هتيجي لان احنا دلوقتي عايزين طبعا بعد ما بتنضفيها كويس، طبعا بنغسلها قبل التنظيف عشان المخاط اللي بيكون موجود هنا بيكون لازق كده، فمش هيبقى كويس لما تغسليها بعد التنظيف. للبنات اللي لسه عارفين، طبعا انا عارفه ان كل الستات اللي معايا شاطرين وما شاء الله عليهم. هبتدي افتح فتحه كده اهي، انا دي ما فتحتهاش، سبتها لكم عشان كل الصوص بتاعنا وكل البصله وكل التقليه اللي احنا هنحضرها دلوقتي تدخل جوه الباميه نفسها. يلا معانا، طب معانا ام سيد على التليفون. الو الو ام سيد. ايوه الو، مساء الخير. ازيك يا خير؟ ازاي حضرتك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب. عايزه اعمل طرقه جديده للحمه بالقطن. معلش الصوت مش واضح. عايزه اعمل طرقه جديده للحمه بالرز البسمتي. طرقه جديده، طريقه جديده للحمه والرز البسمتي. عينيا حاضر. جربتي الكبسه طبعا؟ ايوه جربتها، بس عايزين حاجات جديده للعيله. عينيا الاثنين يا حبيبتي، حاضر، شكرا، ميرسي ليكي قوي. على فكره هتلاقي طريقه حلوه جدا للحمه والرز البسمتي عندي على قناتي الخاصه على اليوتيوب. لو انت مش عندك يوتيوب، او يعني في ناس كتير ما بتقدرش تدخل عليه، ان شاء الله هعمل طريقه كويسه، او لو وقت الهوا سمح هقول لك على طريقه حلوه قوي للحمه والرز البسمتي. انا معايا ايه بخصوص الباميه سريعا؟ الباميه زي ما قلت لكم هحتاج لها ده نص كيلو من الباميه، والمقادير يا ريت تنزل على الشاشه. معايا نص كيلو الباميه ده، بصله كبيره مفرومه، معايا حوالي 4 فصوص ثوم، معايا معجون طماطم، وتقدري تستبدلي معجون الطماطم بصلصه طماطم عاديه في البيت. معايا كبد، تقدري برده تحطي كبد وقوانص زي ما قلت لك. هنبتدي، انا ضفت هنا زبده وزيت، هبتدي اضيف لها البصله بتاعتنا. انا فرمها ناعم على قد ما اقدر، لان التقليه بتاعه الطاجن بتاعنا بتكون مفضله كده، ان كله يكون دايب في بعضه كده وسايح في بعضه. هنخلي البصله بتاعتنا كده تاخد لون مع الزبده. تمام، معانا ام عبد الرحمن على التليفون. الو، مساء الخير يا ام عبد الرحمن. مساء النور يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا بيكي، الحمد لله يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. اقول لك انا عايزه نعمل الاكلير. الاكلير، حاضر، عينيا الاثنين يا حبيبه قلبي. انا بحبه جدا على فكره. والله والله بحبه جدا، وبحب الكاستر. بتحبيه بقى محشي كاستر؟ اوقات انا بحشيه كده شويه مربى برضو بيدي طعم حلو. بتحبيه محشي ايه بالظبط؟ اعمليه شوكولاته. شوكولاته ومن كاستر. جوه ومن جوه محشي كاستر. ايه كاستر. ايوه عليكي، ايوه الله عليكي. عينيا الاثنين يا حبيبه قلبي، حاضر، عينيا الاثنين ليكوا. انا يا حبيبتي، ميرسي يا ام عبد الرحمن. معانا دلوقتي البصله اهي بتصفر وبتاخد لون كويس قوي، عايزاها كده ايه، هوريكم دلوقتي، يعني مش هخليها تتكرمل ولا تغمق معانا، بس انا حباها اخر درجات الصفران. نبص بصه كده على اللحمه. طيب انا حابه ان انا اشوف هل عاليه. تمام تمام، طيب خلينا هنا افضل، حسنا دي عاليه اكتر. كل اللي احنا هنحتاجه من اللحمه النهارده زي ما قلت لكم، ان انا محتاجه طاجن موفر، وطبعا بيبقى جميل جدا لو ضفنا مع الطاجن بتاعنا ده قطع من اللحمه اللي احنا هنعملها النهارده، برده بيكون طعمه حلو قوي. بس لو طيب هنزل المقادير حالا على الشاشه اللي حابب يصور معانا وحابب ينقلها. البصله بتاعتنا خلاص اهي، يلا بينا. البصله بتاعتنا يعني اصفرت شويه، هبتدي اضيف في الوقت ده فصوص الثوم اللي قلت لكم عليها، عايزاها كده. الثوم طبعا انتوا عارفين ان هو ملوش روح زي البصل، يعني على طول في ثواني بتلاقيه اصفر معاكي. فضفناه قرب ما البصله بتاعتنا قربت تستوي يعني. ناخد اسراء معانا على التليفون. مساء الخير اسراء. الو، مساء النور.
ازيك يا اسراء؟ ازيك يا ايمي، عامله ايه؟ حبيبه قلبي دكتور اسراء، ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. نورتيني. الحمد لله يا اسراء، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، منوره يا ايمي والله، بالاكل السعيدي بتاعنا التحفه ده. ايوه يعني طبعا طبعا، اسراء دكتور اسراء بنت خالة جوزي واختي حبيبه قلبي طبعا، وسعيده طبعا، احسن ناس. طبعا طبعا، مهما اعمل الاكل عمره ما هيبقى زي طنط ليلى ولا طنط ولا اي حاجه، بس احنا بنحاول اهو يا سوسو. لا ما انا هتعلم منك الطريقه دي، هعملها ان شاء الله. يا نهار ابيض، يعني انا معقول طلعت اشطر منك واتعلمت منهم اسرع منك؟ لا يا حبيبتي، انا عارفه ان انت اكلك ما شاء الله عليه. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ميرسي يا سوسو جدا على اتصالك يا حبيبتي، نورتيني. ميرسي يا اسراء، مع الف سلام. خلاص كده البصله والتومه بتاعتنا اخدت لون حلو قوي. طبعا انا زي ما قلت لكم كده، لو احنا هنضيف معانا كبد قوانص مع الكبد، انا النهارده معايا بس كبد عشان وقت الهوا، مش حابه ان هو ياخد وقت. لو انت هتضيفي قوانص هتقدري ان انت تضيفي القوانص بتاعتك قبلها، عشان القوانص بتاخد وقت في السوى اكتر من الكبد بتاعتك. تمام. طيب هنبتدي ندي تشويحة كده، ريحة تحفة طلعت اهي ما شاء الله. هندي تشويحة بقى دلوقتي كده مع الكبدة. الكبدة ما بتاخدش اي حاجة خالص معانا في السوا. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ انا حابة ان انا ابتدي اضيف البهار بتاعنا، بهار برضو بسيط جدا مش هياخد منك حاجة، هي الاكلة اصلا كل الحاجات المضافة ليها او مكوناتها طعمها حلو، فمش محتاجين بهارات. وطبعا نفسك اهم حاجة، انا متأكدة من نفسكم. هبتدي نضيف رشه من الفلفل الاسمر. ايه ده؟ طقطقه. رشه من الملح، مش كتير عشان طبعا الشوربه هنضيف لها ملح دلوقتي، فما تكونش مالحه معايا. وهنديهم تقليبه حلوه ما شاء الله على ريحه. لو انت حابه ان الاكله تكون سبايسي شويه تقدري تضيفي قرن فلفل حار كده مشطشط، هيبقى طعمه يجنن. هبتدي اضيف مرقه فوريه، بحب قوي طعم وتست المرقه الفوريه، بيديكي كده زي الاكل ما يكون مسكر، بحب قوي موضوع المرقه الفوريه ده جدا في الاكلات. هنديها كده تقليبه، هو ده البهار اللي معانا. هنضيف رشه من الجنزبيل الباودر، رشه بسيطه. معانا ام حبيبه على التليفون. ام حبيبه الو، مساء الخير. مساء النور، عامله ايه يا شيخ؟ ازيك يا حبيبتي؟ كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انتي عامله ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. دايما يا حبيبه قلبي. حبيبه عامله ايه؟ الحمد لله، من نجاح لنجاح ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، كتر الف خيرك. انا بكون مبسوطه جدا جدا باتصالاتكم، ودايما بكون حريصه بالمداخلات يعني، ودايما بكون حريصه ان انا ارد عليكم على تليفوني الخاص، لاني بكون مبسوطه قوي بحبكم ليا بجد. طيب الله يخليك والله يا الله يخليك. اي استفسار يا روح قلبي محتاجاه مني؟ عايزه كيكه السترون. عينيا عينيا الاثنين. حاضر يا حبيبه قلبي، شكرا ام حبيبه. على فكره هتلاقيها عندي على القناه الخاصه بتاعتي على اليوتيوب، يا ريت ننزل اللينك، وهتلاقيها برضو على البيج الخاصه بتاعتي على الفيسبوك. تمام كده، خلاص هم تشوحوا الكبد كويس قوي وكله مع بعضه. طبعا شايفين ما شاء الله الشكل والريحه، لسه ما عملناش اي حاجه جنن. هنبتدي نضيف بقى معجون الطماطم. طبعا اللي احنا بنعمله دلوقتي دي، عايزه اقول لك ان انت ممكن تاكليها بس بالعيش كده قبل ما نضيف الباميه بتاعتنا ونعمل الطاجن اللي يجنن يعني. لو حابه ان انت تزودي شويه في الطماطم وعصير الطماطم مفيش مشكله، لو انت بتحبيها جوسي اكتر مفيش مشكله، زودي شويه في عصير الطماطم. على فكره معجون الطماطم هتلاقوه عندي باكتر من طريقه، سواء على البيج الخاصه على الفيسبوك او على اليوتيوب. معانا صفاء. الو، مساء الخير صفاء. الو. مساء النور يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. انا قلت اسلم عليك واقول لك تسلم ايديكي ومنوره الدنيا. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي مدام صفاء، ربنا يخليكي، ميرسي ليكي جدا. الله يخليك يا حبيبتي. انا عايزه من فضلك طريقه فراخ الكنتاكي، عملتيها قبل كده وعجبتني جدا. عينيا ليكي، انت هتلاقيها لا اما على لينك الخاص بالقناه قناه الصحه والجمال على اليوتيوب، لا اما هتلاقيها عندي بطريقه مبسطه ونفس الطريقه على القناه بتاعتي على اليوتيوب. ماشي يا فندم، ميرسي يا حبيبتي. ميرسي لاتصالك جدا، ميرسي يا حبيبتي نورتيني. ميرسي. خلاص كده
الحاجه كلها كرملت معانا ودت معانا. ميرسي صفاء، ادت معانا لون حلو قوي. هنبتدي نعمل ايه؟ الخطوه دي خطوه الشوربه بتاعتنا او المرقه بتاعتنا. هنبتدي ناخد من شوربه اللحمه. عايزه اقول لك ان انت تقدري تخزني بقى زي ما قلت لك اكلات اخر الشهر كده، تقدري تخزني شويه شوربه، كيس شوربه او علبه شوربه في الفريزر. تقدري تعملي الكبد والقوانص يعني تخزنيها او تشيليها، يعني مثلا جايبه فرخه في اتنين في ثلاثه هتلاقي نفسك جمعتي كيس كبد وقوانص كويس. بتكون اكله موفره ومش هتجيبي حاجه من بره، يعني هتوفري اليوم ده. لو حابه بقى تعملي مثلا كيكايه تورتايه تحاولي تعوضي التوفير بيها، مفيش مشكله، مش هنقول لا. خلاص كده احنا ضفنا شويه شوربه. طبعا زي ما قلت لك ان انت تقدري برده لو انت حابه تضيفي شويه ما عندكيش شوربه ميه مفيش مشكله، احنا في كبد وقوانص في الطاجن بتاعنا. تقدري تستبدلي بقى الكبد دي وتعمليها بطريقه اللحمه، تقطعي قطع لحمه صغيره وتقطعيها بيها وتعمليها. عايزه اقول لكم بقى على خطوه كده، اول ما الصوص بتاعنا ده بينشف معانا او بيقل شويه وبيهدى شويه، طبعا الصعايده يعني ما شاء الله عليهم التقليه دي حاجه اساسيه عندهم، بياكلوها بقى طبعا بالعيش، طبعا العيش الشمسي والحاجات الجميله دي كلها ورغيفه العيش، يا رب اكون صح. عايزه اقول لكم ان هم عندهم مفرق، المفرق ده بياخدوه بيحبوا ان التقليه تكون سائله اكتر، يعني تبقى جوسي اكتر، فبيقدروا يستخدموا المفرق ده وبيقدروا يهرسوا بيه كويس قوي كل التقليه دي اكتر قبل ما يضيفوا الباميه. لو انت ما عندكيش المفرق طبعا كلنا عارفين دي بتاعه البطاطس المهروسه، تقدري ان انت تهرسي بيها وتفرمي بيها اكتر. لو انت عايزه تخلي حبيبات الكبده ما تبانش، لو انت عايزاها تكون اهدى اكتر، وحابه كمان ان البصله، بس انا كنت فرماها ناعم النهارده، لو حابه كمان ان هي تهدى اكتر من كده. الوقت ده هنبتدي نضيف الباميه بتاعتنا. بس كده وهنديها تقلبتين كويسين. ما تنسوش ان الباميه عشان الماده اللي فيها المخاط اللي فيها ممكن تلزق معاكي، سواء بقى في الصينيه بتاعتك اللي بتعملي فيها او في الطاسه زي حالاتي او في القلايه اللي انت هتعملي فيها. عموما هنسيبها بقى كده ايه تاخد لها زي كده ايه شويه سوى. طبعا الباميه غاليه اليومين دول انا عارفه، ويا بخت اللي خزن باميه. يعني هنضيف بس كده ايه طريقه تخزين الباميه هتلاقوها عندي في القناه، واي حد يحتاج لاي حاجه يقدر يتصل بيا بعد الهوا، انا عينيا الاثنين ليكم، او اي استفسار على الرسائل على البيج بتاعتي الخاصه على الفيسبوك. هنديها تقليبه حلوه كده وهنسيبها تاخد شويه سوا مش كتير. عايزه اقول لكم برده ان انت تقدري تضيفي كبد، اقصد الاجنحه بتاعه الفراخ، تقدري تخزنيها وتعمليها برضو اكله. ممكن برضو تعمليها بالبصله، تشوحيها بالبصله مع شويه بهار، وزي ما قلت لك طبعا نفسك الحلو قوي هتبقى برضو اكله بشويه رز او شويه رز بشعريه. زي النهارده كده انا عامله رز بشعريه، الاكله دي بتحب قوي العيش الشمسي والرز بشعريه. عايزه ارد بس على المكالمه بتاعه الرز البسمتي باللحمه، اقول لك على طريقه سريعه كده. مدام حابه ان انت تعملي حاجه جديده، تقدري تقطعي اللحمه قطع مكعبات كده، تشوحيها في شويه زبده وشويه سمنه، وكمان شويه زبده وشويه زيت اقصد. ممكن تقطعي تفرمي بصله وتشوحيها معاها، ولو مش حابه بصل خالص تقدري تشوحيها لوحدها، شويه بهار بقى فلفل اسمر، جنزبيل باودر، هنقول ايه كمان، جنزبيل باودر، رشه قرفه، رشه فلفل اسمر، الملح بتاعك بس بعد ما تاخد سوا. وبعد ما تشوحيها كده حلو قوي على النار قبل ما تضيف لها ميه سخنه، سيبيها تنزل كل ميتها، ميتها دي بيكون طعمها حلو جدا وبتبقى كده فيها صوص حلو تغمزيه بالعيش. وتحضري بقى الرز بتاعك بالطريقه بتاعتنا العاديه، يا دوب هتشوحي الرز ومعاه سيجار قرفه، معاه ليمون مجفف، معاه حبهان بودر، معاه شويه ملح، وتقدري تشوحيه وتضيفي له شويه ميه. طبعا الرز سهل، اهم حاجه الرز البسمتي، زودي له ميه كتير او تنقعيه قبلها بحوالي مثلا نص ساعه ولا حاجه في شويه ميه، وتغيري عليه الميه كده منه شطف ومنه نقع، بتكون طريقة سهلة وجميلة. تمام، طيب هنطلع فاصل، انتظروني. و
ورجعنا تاني. يا رب ما كنتش اخدت وقت عليكم. يلا بينا بقى نبتدي نبص على البراني بتاعتنا الجميله قوي اللي ريحتها طلعت وكمان استوت، ما اخدتش معانا نقول تلت ساعه على النار. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي نضيفها. انا محضره لها طاجن، هبتدي اضيفها للطاجن. طبعا الطاجن ده الى حد ما انا كنت سايباه في الفرن، عايزاه يكون سخن كده عشان الحاجه كمان تنزل فيه تكون سخنه. تمام كده اهو، خلاص كده وجوسي معانا الطاجن. تسلم يا رب استاذ محمد، بيقول لي زي الفل دايما رافع معنوياتي. يا رب يخليك، لا ما يحرمنيش منك. هنضيف بقى ايه؟ قطعه من الزبده كده صغنونه، طبعا زي ما قلت لكم ان الاكل الصعيدي بيحب الدسم. ايه يعني؟ هنضيف قطعه من الزبده ونبتدي ندخله في الفرن. هنفتح عليه الفرن من تحت نقول مثلا 10 دقائق، وبعدين نفتح الشوايه كمان نقول 7 دقائق 10 دقائق كمان مفيش مشكله، بس تبصي عليه هتلاقيه استوى معاكي وبقى زي الفل. من فضلكم بقى هندخله الفرن ونبتدي نجهز الطاجن الجاهز معانا عشان وقت الهوا. لو كنا على فكره دخلناه من بدري شويه كان لاحق معانا، بس مفيش مشكله. طبعا بتكون النتيجه اهي. انا ما حبيتش ان انا اضيف له النهارده فلفل من جوه، قلت يعني خلينا كده نضيف من فوق وكده حاجه بس تدي ريحه، ريحه الفلفل بتكون جميله قوي. تقدري تعملي الحركه دي قبل ما تدخليه الفرن، بيكون سهل معاكي وبسيط. زي ما قلت لكم ان هي اكله موفره واكله من العيار الثقيل، برده تقدري تقدميها في العزومات عندك، يعني السفره تقدري تحطي فيها طاجن البراني هيكون مشرف، سواء حطيتيها بقطع اللحمه بتاعتك الصغيره او ضفت لها الكبد والقوانص ووفرتي اليوم. يلا بينا، انا مش عايزه اسيبكم طبعا، الوقت بيجري بسرعه بسرعه. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه اتواصل معاكم اكتر. اي حد عنده اي استفسار انا عنيا الاثنين ليه. في حد بس وصل لي امانه وقال لي اقول لستات البيوت، هقول سريعا اللي حابين يعملوا قناه على اليوتيوب، الموضوع سهل جدا ومربح، توكلي على الله واستعيني بالله، ابتدي اعمليه وان شاء الله خير. واي حد عنده اي استفسار يخص اي حاجه انا تحت امر. يلا ان شاء الله تكون الاكله النهارده عجبتكم. بتتقدم مع شويه بتنجان مخلل حلو قوي بقى كده، الدقه بتاعته بالعيش، وكمان رز بشعريه، وطلعنا قطع اللحمه. تقدري تشوحيها بشويه سمنه وشويه صلصه صغيرين وفي الفرن، او تحطيها كده زي ما هي في شويه شوربه او مع الرز بالشعريه. ان شاء الله النهارده يكون الاكله والوصفه بتاعتي عجبتكم وفادتكم. يلا ان شاء الله نتقابل المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.